ده العمل او احنا بنحتفل في مارس طبعا، بيبقى عيد الربيع وبيبقى عيد الام، وبنحتفي بام مثاليه وام اعطت لبناء اجيال. لكن عندنا طبعا جماعه الاخوان الارهابيه او التتار الجدد زي ما بسميهم دايما، بيختاروا تواريخ بعينها علشان يعملوا فيها اما زوابع او ازمات او يبداوا يمارسوا هوايتهم. احنا عارفين طبعا هم بيصحوا الصبح ياخدوا حبوب الشر وينكشوا شعرهم ويطلقوا البوم في انحاء المحيطه بيهم ويبداوا يتحركوا يولعوا يقتلوا ويدمروا يخربوا. فهم اختاروا يوم 19 مارس علشان يبداوا سلسله من جرائم التخريب والاعلان الواضح برفع السلاح ويتخلوا عن مساله السلميه بوضوح شديد. 19 مارس لازم اقول لمصر كلها كل سنه وانتم طيبين في يوم 19 مارس. ده اليوم اللي رجعت فيه طابه لمصر، وكان اخر جزء لمصر اتحرر ورجع بتفاوض ومعركه اعتقد قانونيه كانت شرسه وطويله جدا. كل سنه واحنا طيبين ان اخر جزء في بلدنا على ارض بلدنا من ارض بلدنا رجع لنا. و19 مارس كان يوم الخطف او النهب او لعبه الثلاث ورقات اللي مارستها الجماعه دي وحلفائها او الاحزاب المفقوسه عنها. يوم ما اتعمل الاستفتاء على الاعلان الدستوري اللي غرق مصر وخدنا كلنا في دوامه طويله وصلت الى الذروه بان تكون في ثوره 30 يونيو. كان يوم 19 كانوا بيدعوا الناس دايما يقول لك تعالى صوت على الدين، انت مع الدين الاسلامي ولا ضده؟ طبعا كنا خارجين من ثوره ولسه ما بقالناش شهرين، فالناس كلها كانت مع الدين الاسلامي، الناس كلها كانت مع مصر وما زلنا لحد النهارده. لكن عملوا الاوانطه دي وفبركوا ما كانوا يرونه او رسموا طريق خطفوا بيه الثوره ومشوا في طريقهم. طبعا شاءت اراده الله ان يتعثروا ان باحكام الدستوريه بالنسبه للبرلمان، لما كانوا بيقولوا الشرعيه للبرلمان مش للميدان، دلوقتي راجعين بيقولوا الشرعيه للميدان. ولحد ما وصلوا بالتزوير والنهب والسلب والاونطه والخيانه كمان، بقت عندهم وجهه نظر بالتعامل مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه ومع اسرائيل ومع قطر ومع غيره انهم كمان ياخدوا رئاسه الجمهوريه، ثم اطاح الشعب بيهم في 30 يونيو. هما بقى طالعين يوم 19 على اعتبار ان ده يوم انتصار، ما بيذكروش طابه خالص لان هما ما يسمعوش عن طابه ولا يعرفوا حاجه اسمها ارض وطن، هما ما لهمش علاقه بوطن اسمه مصر، هما سكان فيه بس، يعني قاعدين معانا بيسكنوا لكن ما يعرفوش قيمه الوطن، ولا بيتكلموا عن خطأ اليوم هذا اليوم الفادح والكارثه اللي وقع فيها المجلس العسكري السابق او الاسبق بانه وصلنا لانه ينفذ لهم اللي هما كانوا عايزينه. بكره بقى مش عارفين هم هيعملوا ايه، لكن رد الفعل جاي من وزاره الداخليه. فالنهارده اللي هو محمد ابراهيم وزير الداخليه قال لا مجال للعوده بعقارب الساعه الوراء. تقولها لهم بقى بكل لغات العالم، تقولها لهم بصوت عالي بصوت واطي، هم ما بيسمعوهاش ومتصورين انهم ممكن يعطلوا الساعه او يرجعوها لورا. الوزير قال كمان يعني بعض المناسبات التاريخيه والمناسبات الوطنيه زي ما اشرت حضرتك، مناسبه زي مناسبه 6 اكتوبر برضك قامت جماعه الاخوان المسلمين بالدعوه للنزول لتلك اليوم بدعاوى انها تنزل ضد القوات المسلحه، فبالتالي هي دائما قيادات جماعه الاخوان المسلمين تصر على مساله الكبر والعناد. هم توقعاتنا غدا، هم بالفعل تحالف الوطن للدعم الشرعيه عقد اجتماع منذ ساعات قليله، اتفق ان هتنطلق 198 مسيره وهتشمل. انا عايز اسال حضرتك استاذ حسين، هو التحالف الوطني ايه علاقه دول بالوطن؟ هو ما لهمش علاقة أساسا بالوطن، هو مجرد التحالف الوطني لدعم الشرعية هو جماعة الإخوان المسلمين وبعض الأحزاب القزمية المتحالفة معها من بعض التيارات الإسلام السياسي اللي بيروا إنهم بيعترفوا بشرعية الدكتور محمد مرسي ولا يعترفوا بثورة 30/6، وبالتالي هو أساسا التحالف الوطني من المرشح في الأيام القادمة اللي هذا التحالف يتداعى بشكل كامل لأنه أثبت أنه تحالف غير فعال حتى في الشارع ولا يمارس أي فعاليات، بدليل ان العديد من الفعاليات اللي دعا لها هذا التحالف في الجمعه الماضيه هي فشلت بشكل كامل، وده اللي بيؤدي ان عندما تفشل المظاهرات ويكون تاثير جماعه الاخوان المسلمين والمسيرات محدوده في الشوارع، يؤدي ذلك بجماعه الاخوان المسلمين
بالاتجاه اكثر عنفا واكثر دمويه، وده اللي بيحصل في العمليات اللي بتستهدف قوات الجيش والقوات المسلحه وبتستهدف قوات الشرطه. تفتكر استاذ حسين انهم عندهم قدره على الحشد؟ لا، هم ما هو ده الاخطر يا استاذ ناصر، لان هم حاليا فقدوا قدرتهم على الحشد، وبالتالي فاصبحوا الان يلجؤون للعمليات الارهابيه اللي بتحدث فوضى في الشارع المصري وبتحدث نوع من الدمويه، وهذا بالنسبه لهم هو اثبات قوه انهم ما زالوا موجودين في المشهد السياسي، وبالتالي هم فاشلين تماما في الحشد. غدا لن يكون من سيدات او بعض المظاهرات، لان بعض الاصوات الاعلاميه خرجت وضخمت من يوم 19 ده، احنا بنؤكد ان لا قدره لجماعه الاخوان المسلمين على الحشد، وان الاعداد التي سوف تنزل غدا هي اعداد محدوده بقدر الامكان. والمكمن الخوف ان جماعه الاخوان المسلمين عندما وقيادات جماعه الاخوان المسلمين عندما ترى انه ليس هناك قدره على الحشد سوف تلجا لمزيدا من ارتكاب افعال دمويه وافعال اجراميه واستهداف منشات عامه ومنشات خاصه، والخوف كل الخوف ان يتطور الامر لاختيار بعض الشخصيات السياسيه على شكله ما حدث في لبنان. وبالتالي فجماعه الاخوان المسلمين المرشحه في كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسيه ان تشعل الفوضى، لانها تريد ان تعرقل بقدر الامكان خارطه الطريق. استاذ حسين عبد الرحمن، متحدث باسم حركه اخوان بلا عنف، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.